هذه التغطية. كان هناك صعوبات على جانبين، الأول هو أن أكثر من مرة في أكثر من منطقة، سواء على حاجز قلنديا أو حاجز حوارة أو حاجز الجلم التي ذهبت إلى تغطيتها، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد مضايقتنا مباشرة بمجرد أن يسمعني أتحدث على اللايف، نكون موجودين لمدة ساعات، بمجرد أن أبدأ في الحديث على اللايفات تبدأ المضايقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان هناك مثلا على حاجز حوارة كان هناك خطر كبير على الصحفيين، ليس فقط علينا، أن جيش الاحتلال ما لاحظته كان يتعمد أن يقف خلفنا في كل نقطة نقف فيها، بالتالي لكي يمنع المتظاهرين الفلسطينيين من إلقاء الحجارة خوفا من إصابة الصحفيين. استخدمنا جيش الاحتلال كدروع بشرية، هذا ما انتبهت له على حاجز حوارة أمس، كانوا ينقلوننا من مكان إلى مكان، يطردوننا من هذا المكان، نذهب إلى يمين الشارع، يتبعنا الجنود لنصب كماء خلفنا تماما على يمين الشارع، استخدمونا كدروع بشرية أمس على حجز حوارة. كان هناك خطورة كبيرة من أنه في فترة استخدام الرصاص الحي، أول ما بدأوا باستخدام الرصاص الحي كنا بين المتظاهرين مثلا، واستخدموا الرصاص الحي بشكل عشوائي، وبالتالي كان هناك هم كبير أن يكون الصحفي والمصور الصحفي قريب من الصورة لكي ينقل بالضبط ما الذي يجري مع المتظاهرين. كنا نقف بين المتظاهرين لكي ننقل بالصورة شعور هؤلاء المتظاهرين عندما يتم إطلاق النار عليهم، وبالتالي كنا معرضين مثلنا مثل أي متظاهر لإطلاق النار، بما أنه إطلاق نار عشوائي. وكان يجب علينا كصحفيين أن نتدبر أمورنا، كنا نختار موقع بين المعركتين فعليا، بين ضرب جيش الاحتلال وبين ضرب المتظاهرين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن مواجهات، وفي مواجهات استخدم فيها إطلاق رصاص حي من جانب أيضا الفلسطينيين، كان هناك اشتباكات على حاجز الجلمة، كنا موجودون في المكان، وبالتالي كان هناك هم كبير في الحفاظ، أن يحافظ الصحفي على سلامته وأن ينقل الصورة كما هي. وعندما كنا نتحدث كصحفيين عن إطلاق رصاص مطاطي، هذا الشيء خطير جدا على الصحفيين، الكثير من الصحفيين الفلسطينيين فقدوا عيونهم بسبب الرصاص المطاطي، كان هذا هم كبير أن لا نصاب بالرصاص المطاطية في العين. طوال فترة التغطية كان يعني كنا ننتبه لهذا الأمر، المهم أن لا نصاب بعيوننا، هذا أهم شيء. كانت فترة جدا صعبة بالنسبة لنا، ولكنها متعودون على ذلك فعليا، متعودون، وربما لأننا نجرب هذا الأمر كثيرا، نعرف أين نقف وكيف نتحرك وكيف نحمي أنفسنا، وهذا هو الذي ساعدنا هنا في الضفة الغربية أنا وزملائي المصورين على أن نكون في أحسن حال حتى داخل المواجهات وداخل الاشتباكات التي كانت تحصل يوميا.